رح نبدا اكيد ونحكي عن مرض الروماتيزم او الحمى الرثويه، يلي يمكن عنا اعتقاد او مفهوم خاطئ بيقول انه بيصيب الكبار بالعمر بس، لكن الحكي الصحيح او الكلام الصحيح حيكون انه بيصيب الاعمار كافه لعده اسباب. اكيد رح يجاوبنا عن هي الاسئله كلياتها دكتور حسن الابراهيم، اختصاصي بامراض القلب والامراض الداخليه. صباح الخير دكتور، اهلا وسهلا فيك. صباحكم وصباح الخير لكم ولكل بلدنا. يسعد صباحك دكتور. يعني عم نحكي عن موضوع كثير شائع وما كثير عندنا معلومات قليله عنه. اول شيء خلينا نتعرف على مصطلح الروماتيزم او الحمى الرثويه. الحمى الرثويه هي مرض مناعي جهازي يصيب اكثر من جهاز. السبب الاساسي فيه نوع معين من انواع الجراثيم اسمها المكورات العقدية. نعم. هي الجراثيم موجودة بالبلعوم وباللوزات. فهي عادة لما تصيب اللوزات وتساوي لنا التهاب شديد باللوزات، بعد شفاء الالتهاب بأسبوع لأسبوعين ممكن تساوي ارتكاس مناعي معين، وهالمعقدات المناعية هي ممكن تجول بالدم وممكن تصيب لي أكثر من جهاز بالجسم. واهم جهازين يلي بتصيبهم هي المفاصل والعضله القلبيه، اذا هي تصيب المفاصل وتعض القلب. هلا اضافه لاجهزه ثانيه ممكن تصيبها على راسها الجهاز العصبي والجلد. هلا هالمعقدات المناعيه هي لما تصيب المفاصل بتساوي فيه بالمفصل التهاب، وهذا الالتهاب بيصير فيه تحدد بحركه المفصل وتورم وحرارة خفيفة، وفي يعني المريض ما عاد يقدر يستعمل المفصل. وعادة هالالتهاب له مواصفات معينة، بيصيب المفاصل الكبيرة وبيبلش يتنقل من مفصل لمفصل، بيصيب الركبة، الركبة الثانية، عنق القدم، بيصيب المرفق، بيصيب المعصم، وهلما جرى بيجي على الرقبة كمان، على الرقبة؟ لا هو لا. ما بيصيب، شوفي المفاصل الكبيرة اللي أنا ذكرتهم، وبيتنقل هالألم من مفصل لمفصل، وبيصير الطفل ما عاد يقدر يثني مفاصله وما عاد يحركهم، وبتلاقي المفصل ورم وانتفخ وحمر. وهالمرض هذا عادة بيصيب الأطفال، يعني ما بيصيب الكبار، بيصيب الأطفال بين سن 5 و15 سنة من العمر. إذا بالنتيجة هذا الحمى الرثوية اللي هي مرض بتصيب المفاصل، بسبب السبب الأساسي هو المكورات العقدية. تمام. لكن هو مو هي بشكل مباشر، هي بتساوي ارتكاس مناعي، وهالمعقدات المناعية هي اللي بتصيب النسيج الضام وبتساوي فيها التهاب. إضافة للمفاصل ممكن تصيب العضلة القلبية. بتصيب العضلة القلبية بشكلين، الشكل الأولاني ممكن يصير التهاب عضلة قلبية شامل ويصاب القلب بالقصور وبتتوسع أجواف القلب، وهون بدنا نصير نعالج المريض على أنه قصور قلب. وممكن تصيب أحد صمامات القلب، وأشيع صمام عادة بينصاب، مشان هيك بيقولوا الروماتيزم بيضرب على القلب، أشيع صمام بينصاب هو الصمام التاجي يلي بمر الدم من الأذين اليسرى للبطين الأيسر. نعم. شو اللي بيصير بهالصمام؟ بيتليف وبيتندب وما عاد يصير يفتح بشكل جيد، ومرور الدم بيصير يعني ما عاد هو كافي للبطين الأيسر، وهالشي بيساوي تعب ولهتل عند الطفل المصاب. لكن الإصابة عادة ما بتكون خلال أسبوع وأسبوعين، بدها سنوات أحيانا تتطور لأعراض كبيرة ويصير بالأخير بدنا تبديل هالصمام. إضافة للصمام التاجي ممكن يصاب صمام ثاني هو الصمام الأبهري، وممكن تصاب صمامات أخرى، لكن أشيع صمامين هن الصمام التاجي والصمام الأبهري. هلأ إضافة لهالشي ممكن يصاب الجلد، بيصير في عنا عقيدات على الأسطح الخارجية للمفاصل الكبيرة، وممكن يصيب الجلد أيضا بطفح هيك خفيف نحن بنسميه الحمامة الهامشية، وممكن يصيب الجهاز العصبي المركزي، يصاب الطفل عادة بحركات لا إرادية مع رجفان، وهذا الرجفان نحن بنسميه رقص سيدنهام. إذن الحمى الرثوية هي مرض مستقل بذاته، له مواصفات وأعراض معينة، ونحن لازم نشخصه مظبوط لحتى نقدر نعالج مظبوط. نحن ما بنقول كل واحد عنده وجع بركبته أو بإيده هذا عنده روماتيزم، لا، في كثير من أمراض المفاصل كل مرض له شكل معين، له مواصفات معينة، لازم أنا يعني أشخص شو هو نوع المرض لحتى أقدر عالجه بالطريقة الصحيحة
ويتحسن المريض. فهي مرض بيصيب المفاصل والقلب والجلد والجملة العصبية المركزية. نعم دكتور، خلينا نحكي عن عوامل الخطورة. أين طب منقول نحن المريض في خطر حقيقي، وهل يمكن التنبه بوقت باكر لهذا المرض سواء عند الأطفال أو حتى الكبار؟ هلأ المشكلة تكمن باللوزات، هي الأساس. فأنا لما يصير عندي التهاب لوزات متكرر يفضل دائما في علاج التهاب اللوزات القيحي. بدي ميز أنا بين التهاب لوزات قيحي، وفي ناس بيصير عندهم التهاب بالعوم تحسسي، هذا ما له علاقة. التهاب اللوزات القيحي اللي بيصير بالمكورات العقدية هذا لازم يتعالج مزبوط، ومدة المعالجة فيه بالصادات الحيوية، ومدة المعالجة فيه لا تقل عن 10 أيام. وإذا أنا ما بدي أعطي يعني أنتيبيوتيك لمدة 10 أيام، ممكن أنا أعطي المريض إبرة بنسلين واحدة لحتى أقضي على هالمكورات العقدية هي. هلأ عوامل الخطورة تكمن في أولاً الوراثة، في ناس عندهم جين معين تيب معين لحتى يتأهبوا لهالمرض. من بين هالعوامل التهاب اللوزات المتكرر كمان، هذا خاصة اللي بيصيب الأطفال بهالسن. بس سؤال لو قاطعتك دكتور، في كتير من الأهالي أو الأطباء بيلجأوا فورا أنه إحنا نقيم اللوزات للأولاد، هذا الشيء ممكن يكون حل أو بالعكس بزيد من عوامل الخطورة؟ هلأ المؤسف أنه مهنن اللوزات الوحيدين يلي ممكن الالتهاب يصيبهم. البلعوم في مجموعة أو نسيج بلغمي كبير، في هن مو بس هاللوزتين الكبار، في نسيج لوزات كمان حولهم قريب من نفس البنية، فكمان إذا أصابهم ممكن. هلأ استئصال اللوزات هي عملية تانية. اللوزات يستأصلوا عادة حسب رأي أطباء الأذنية لما يكون التهاب لوزات جريبي، واللوزات يكونوا كبار وعم يلتهبوا أكثر من 3-4-5 مرات بالسنة. وهذا الالتهاب بصراحة يعني التهاب سيء، والطفل أحيانا يعاني ما يعاني منه. بهالحالة لما يكون التهاب لوزات قيحي وجريبي ومتكرر ويكون متضخمين زيادة وعم يتكرر الالتهاب، يفضل أنه يستأصلوا. نحن ما منشيل اللوزات، لأنه كمان اللوزات هي لها فائدة بالجسم، تقوم بالدفاع عن الجسم ضد الالتهابات. في هاي الاستطباب نحن بنشيل اللوزات، لكن هل التهاب اللوزات يقلل من الحمى الرثوية؟ ربما، لكن مو بالطريق يعني بالشكل الأمثل أو الكافي، لأنه قلنا في نسيج تاني مشابه لالتهاب لنسيج اللوزات بدافع عن الجسم. هلا غير التهاب اللوزات المتكرر والعامل الوراثي، الإصابة بالحمى الرثوية بحد ذاتها في أول مرة وتاني مرة، ممكن الإصابة الثالثة والرابعة تكون شائعة وبتصادف عند عدد كبير من المرضى. غير هالشيء في عنا الجو أو البيئة الاجتماعية، يعني هو هذا المرض يشاهد بالمناطق الفقيرة، بالمناطق اللي فيها اكتظاظ بالناس، بالناس اللي مستواهم الاجتماعي متدني. فهي هي عوامل الخطورة اللي بتأهب للمرض. نعم طيب، خلينا نحكي كمان شو هي الأعراض اللي ممكن تظهر تخلي الأم مثلا تعرف أنه طفلة معه روماتيزم. قلت لنا في وجع مفاصل ما بيقدر بقى يحرك إيديه، في شغلات شائعة تظهر على الجلد غير البثور اللي قلت لنا عليها. تمام. هلأ عموما يعني أول شيء خلينا الأعراض الأولانية هي التهاب اللوزات. هلأ بشكل عام المرض قل كتير في الآونة الأخيرة، يعني بهالعشرين سنة اللي راحت، بسبب استعمال الصادات على نطاق واسع. وهو المؤسف أنه حتى المرضى صاروا لما يلتهب لوزاته الواحد يروح يأخذوا صادات. هلأ لازم أول شيء يتعالج المريض بطريقة صحيحة وبشكل صحيح. فالإنسان لما يصاب بالتهاب لوزات بيصير عنده ارتفاع حرارة شديد وألام معممة وتعب ووهن شديد. هلأ لما يتحسن المريض من التهاب اللوزات، هلأ لبعد أسبوعين لتبلش الأعراض الحقيقية بالحمى الرثوية. شو هي الأعراض اللي بنشوفها عادة بالحمى الرثوية؟ قلناهن من شوي اللي هي التهاب المفصل. التهاب المفصل غير الألم المفصلي. في طفل مثلا يشكي من ألم بالمفصل، هذا مو علامة، هذا علامة صغيرة نحن بنسميه. أما الالتهاب بده يحمر المفصل يتورم، وتلاقي الألم ينتقل من مفصل لمفصل وبيصيب أكثر من مفصل عادة، والطفل ما عاد يقدر يمشي على رجله، ما عاد يقدر يثني رجله، أو ما عاد يقدر يثني إيده لما يصيب مفصل المرفق. إضافة للأعراض يلي ممكن نشوفها بسبب قصور القلب، لما تلتهب العضلة القلبية الطفل بيصير عنده لهتة وضيق نفس، وممكن يصير عنده أحيانا نوب غشي، ما عاد يقدر يتسطع على ظهره، خاصة إذا صار في التهاب عضلة قلبية، ولما يتسطع على ظهره ممكن يضيق نفسه بالليل.
إذا كان أصابت الصمام ممكن يصير في عنا خفقان وطرقة قلب ويتسرع قلبه للطفل. أحيانا لما تصاب الجهاز العصبي، لما يصاب الجهاز العصبي المركزي بيصير عنا الرقص، الحركات اللا إرادية، عدم التوازن، ما عاد الطفل يقدر يمسك مظبوط. فهي هي الأعراض الشائعة يلي بنشوفها عند المرضى، إضافة للعقيدات والحمامة الهامشية يلي بنشوفها على الجلد. فهي أعراض تتعلق بالجهاز المصاب بالمرض، وكل أعراض تتعلق يعني تشكل جزء من الجهاز المصاب. ما في خلط بينهم وبين هلأ كورونا؟ يعني في أعراض شوي متشابهة إذا كان في حرارة أو التهاب بالعوم أو مفاصل، يعني في خلط ولا لا ما في خلط؟ هلأ ممكن يتشابهوا إلى حد ما، بس التشابه ضئيل جدا جدا جدا. مرضى كورونا لهم أعراض خاصة فيهم. المريض يلي يصاب بكورونا ممكن يصير عنده سعال، ممكن يصير عنده التهاب أمعاء وأسهال، ممكن يصير عنده آلام معممة ودعث ووهن، ويصير عنده التهاب شديد بالبلعوم. نحن كورونا كمان تتعلق بالجهاز اللي ممكن تصيبه، وعندنا في بلادنا يعني إصابة كورونا يعني أصابت جهازين مهمين اللي هن الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي. ولذلك هدول عادة بصير عندهم ضيق نفس شديد، وبصير عندهم سعال شديد شديد شديد. هذا السعال نحن ما بنشوفه بالحمى الرثوية. هلأ هالسعال الشديد هذا ممكن يتطور بالأخير لقصور تنفسي، وممكن يضطر المريض للقبول في المشفى. وإذا كان القصور التنفسي شديد المريض ممكن نضطر نحطه على منفسه. نحن كورونا بالنسبة لنا هي يعني تتجنب الأطفال، ربما بسبب المناعة الكبيرة اللي عندهم وما بتصيب. الحمد لله. ولذلك كورونا ما بتصيب الأطفال، هي بتصيب الناس الكبار بالعمر يلي فوق 40 و50 سنة مثل ما لاحظنا. أما الحمى الرثوية ما بتصيب الكبار بالعمر نهائيا. لكن الحمى الرثوية يلي صابت الأطفال ممكن نحن نشوف أعراضها عند الكبار بالعمر مع تقدم العمر، خاصة إصابة الصمامات التاجي والأبهري. يعني هدول يصابوا مثلا في الطفولة، ولحتى يتطور تضيق الصمام لتضيق شديد ونضطر نبدله يعني بيكون المريض صار عمره شيء بين 25 و30 و35 سنة. بس عمر صغير دكتور، عم نحكي نحن عن أعمار صغيرة من عمر الطفولة أول شيء لل 15 سنة يتعرضوا لهي المخاطر. طيب إذا بنحكي نحن عن الكبار بالعمر مثل ما قلت لنا، أنت بصير معهم روماتيزم، هل هي بتتشابه مع أعراض الحمى الرثوية للأطفال؟ لازم نحن نشيل الفكرة اللي بيروس كل الناس روماتيزم. إذا واحد عمره 70 سنة بيقولوا عنده روماتيزم، إذا واحد عمره 60 سنة روماتيزم. بتلاقي وزنه 150 كيلو، عندها التهاب مفاصل تنكسي شديد، في اهتراء بالغضروف يلي بين الركب، تسأليها شو معك بتقلك معي روماتيزم. هي الفكرة الغلطة اللي عندها. شائع جدا. إذن الحمى الرثوية لا تصيب الكبار بالعمر نهائيا. الحمى الرثوية هي مرض مستقل تصيب الأطفال بين 10 و 15 ل 20 سنة من العمر، ماكسيموم 25 سنة. إذن هي مرض الأطفال واللي يفى واللي عمرهم لسه ما زال صغير. أما التهاب المفاصل اللي بنشوفه عند الكبار فهي التهاب مفاصل من نوع تاني، ممكن يكون التهاب مفاصل رثواني أو نظير رثواني، أو الكبار بالعمر يلي فوق 60-70 وبسبب البدانة والوزن يصير عندهم اهتراء بالمفاصل، يصير عندهم التهاب مفاصل تنكسي. هي أمراض بتخص المفاصل، وطريقة العلاج هون غير طريقة العلاج هنيك. التهاب المفاصل الرثواني صار لهم أدوية جديدة يلي ممكن يعرفون عليهم هن أطباء المفاصل، في أدوية كتير غالية بتحسن أعراضهم كتير. والتهاب المفاصل الرثواني عند الكبار بالعمر هو مرض يعني لئيم وسيء ومشوه للمفاصل، بيصير في عنا تشوه بالمفاصل، بيتغير كل شكل المفصل، وهذا صار مرض مزمن، والتشوه لما يصير عادة صعب يتحسن. وأحيانا ممكن نضطر للجراحة لحتى نغير المفصل، خاصة بالركبتين بالتهاب المفاصل التنكسي الشديد. إذا هي أمراض مختلفة اختلاف جذري عن الحمى الرثوية اللي بتصيب الصغار بالعمر. هذيك لها طريقة علاج تختلف، لها أدوية يمكن تكون متقاربة لكن تختلف اختلاف جذري نهائيا، وهون طريقة العلاج تختلف اختلاف كامل. نعم. يعني دكتور أخيرا هيك باختصار خلينا نحكي عن أنه في لقاحات أو كيف ممكن الإنسان يتجنب الإصابة بالحمى الرثوية أو يتجنب إصابة أطفاله بالحمى الرثوية؟ لقاحات للحمى الرثوية ما في نهائيا. نحن لحتى هالمرض ما بيصير دائما لما يصير عنا التهاب بالعوم عند أطفالنا ما نهملهم، مو غلط أنه نستشير الطبيب.
تغطية المريض بالصادات. أحيانا حقنة البنسلين الواحدة تحمي الطفل من أنه يصير عنده حمى رثوية. حقنة بنسلين واحدة 1,200,000 أو 600,000 وحدة ممكن نعطيها بالعضل تحمي الطفل من الحمى الرثوية. هلأ لما يصاب الطفل لحتى نحن ما يتطور لأمور تانية وإصابة أجهزة تانية، المفروض كل التهاب لوزات نحن نعالجه مزبوط. الشغلة التانية لما الحمى الرثوية تصيب المفاصل لازم نعطيه لهالطفل إبرة بنسلين كل شهر لمدة لا تقل عن 5 سنوات، لأنه أنا ما عاد بدي هالمرض يتكرر على الطفل. فأنا لازم أعطيه فلاكونة بنسلين إذا صار عنده التهاب بالمفصل لمدة لا تقل عن 5 سنوات. وإذا كان الحمى الرثوية أصابت العضلة القلبية، أصابت صمام أو أصابت العضلة القلبية بالكامل، أنا لازم أعطي شهرياً إبرة بنسلين لهقاد لمدة لا تقل عن 30 سنة. يعني أنا بدي أعطيه للطفل لحتى يصير عمره فوق 30 إبرة بنسلين كل شهر لحتى أقدر أحمي وأوقي مفاصله والعضلة القلبية من هالمرض يلي ممكن يعني يتكرر معه ويصيبنا ويأثر على العضلة القلبية كتير. ونحن عم نشوف ناس كتير تبدلوا الصمام التاجي عندهم. طبعا لا شك يعني مو مزحة انه انت تفوتي مريض على عمل جراحي قلبي وتغيري له صمام وبده يضل يستعمل المميعات العمر كله، خاصة البنات الصغار، لأن هدول قدامهم حياة زوجية وبدهم يحملوا وبدهم، فالحمل مع صمام صنعي ومميعات هو لا شك انه مو ممنوع وبيصير، مو انه ما بيصير، لكن لا شك انه في يعني ارهاق كبير وكركبة كتير بالنسبة لهم اثناء الحمل. فنحن لحتى نحمي اطفالنا من الحمى الرثوية نعالج التهاب اللوزات معالجة صحيحة مو معالجة ناقصة أو خاطئة، ولما نصاب بالحمى الرثوية البنسلين هو الحل. هلأ معالجة التهاب المفصل بالذات هو الأسبرين، لا شك أنه الطفل بيتحسن على الأسبرين بشكل رائع جدا. فممكن نعطيه الطفل 50 ل100 ميلي جرام من الأسبرين لكل كيلو من وزنه، وهي جرعة كبيرة. إذا بتوجع معدته ممكن نعطيه دواء يحمي المعدة. إذا كان تحسس من الأسبرين ممكن نستبدله بمضاد التهاب غير ستيرويدي آخر مثل البروفين، وبيتحسنوا الأطفال بشكل سحري، وكل الدلائل المخبرية على الأسبرين بتتحسن وبتنزل، وكل المؤشرات بتلاقيها تحسنت وبتحسن الطفل بشكل رائع. هي هي طريقة الوقاية وطريقة حتى العلاج لما الطفل يصاب. هلأ إذا كان الطفل أصيب بالجهاز العصبي المركزي لا شك أنه المهدئات بتريح الطفل كتير بهالموضوع. نعم، يعني دكتور معلومات وافية. أكيد بدنا نتمنى الصحة والسلامة لكل الأطفال والشفاء لكل الأطفال المرضانين، ويعني الله يقوي الأهل حتى إذا دخلوا بهي المحنة يقدروا يكونوا على قدر من الوعي والمسؤولية حتى يتخطوها. كل الشكر لك دكتور. شكرا لكم كتير. وأنا بتمنى أنه التهاب اللوزات البسيط هذا ما يأهملوا الأهل، يعني أبداً مو غلط أنه يستشيروا الطبيب طبعاً. لحتى ما يفوتوا بهيك متاهة، ولحتى نحمي أطفالنا من أنه ينصابوا بهالمرض.